لقبوا الشعب السوري أبو الجمهورية، ووقت توفى جنازته كانت أكبر جنازة طلعت بمدينة حمص على الإطلاق. مين هو هاشم الأتاسي؟ وليش حبوه السوريين كل هالمحبة؟ نحن بهالحلقة ما رح نحكي عن سياسة هاشم الأتاسي ودوره بتاريخ سوريا السياسي، وأكيد لو حكينا بهالجانب في ناس رح تتفق معنا بنقاط وفي ناس رح تختلف معنا بنقاط تانية. رح نحكي اليوم وبهالحلقة عن نزاهة هاشم الأتاسي وعن حفظه للمال العام خلال الفترتين يلي تولى فيهم رئاسة سوريا، واللي كانت الأولى منهم من 21 كانون الأول عام 1936 لسبعة تموز عام 1939، والتانية من 1949 لل 1955. والقصص يلي رح نحكي لكم ياها نقل عن مؤرخين وشاهدين على عصر الأتاسي. من أبرز مواقف نزاهة الأتاسي إنه كان يرفض يستعمل ممتلكات الدولة لأغراضه الشخصية أو حتى أغراض عيلته، حتى بألزم الحالات وأصعب الأوقات مهما كان هالاستخدام بسيط. ومن القصص الواردة عنه بهالخصوص إنه خلال فترة رئاسته الأولى وبالتحديد سنة 1937 وصلوا من حمص خبر وفاة ابنه البكر، فطلبت زوجته وكنته من أحد المقربين إله إنه يتواصلن عند الرئيس ليبعتهن لحمص بسيارة من سيارات القصر. ولما سمع الرئيس بطلب زوجته وكنته بينت عليه علامات الغضب وقال: ليش سيارة القصر ملك لأبي؟ وأمروا إنه يطلب لهم سيارة تاكسي توصلن لحمص. إيه نعم، بيوم من الأيام كانت مرت الرئيس السوري تطلع بسيارة تاكسي. وكمان من المواقف الواردة عن نزاهة الأتاسي موقف روى مصباح الغفاري بمجلة صوت العراق، إنه بيوم من الأيام وخلال فترة رئاسته إجا وزير المالية وهو حامل مشروع الميزانية السنوية ليورجيها، وكان الأتاسي معروف بمهارته بالحسابات والتدقيق. ولما أرى بموازنة رئاسة الجمهورية فقرة بعنوان المخصصات السرية وما كان فيه تحت هي الفقرة أي مبلغ، فسأل وزير المالية عن هي الفقرة. جاوب الوزير إنه هذا البند بينترك فاضي والرئيس هو اللي بيحدد الرقم يلي بده إياه لمصاريفه الشخصية. قال له الوزير: وشو يعني مصاريف شخصية؟ قال له الوزير: مثلاً المصاريف يلي بتندفع للصحفيين العرب والأجانب، أو مثلاً المصاريف يلي بيدفعها الرئيس لناس بيوظفهم بشكل سري لمهام محددة، وأنه هي المصاريف ما بيتقدم فيها فواتير. فمسك الرئيس الأتاسي القلم وشطب الفقرة كلها ورفض أنه ياخذ أي مبلغ لمصاريفه الشخصية مهما كان المبلغ بسيط. ما خلصت قصة نزاهة الرئيس القوتلي، بس وقت الفقرة ما بيساعد لنحكي لكم كل شيء. يمكن يلي حكيت لكم يا بيكفي لتعرفوا ليش السوريين حبوا رئيسهم هاشم الأتاسي وليش سموه أبو الجمهورية.